السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. في الفيديو ما غادي نقول لكم لا ديروا لايك لا ديروا تعليق لا نشروا هذا الفيديو. غادي نخلي كلام ناصر بوريطة الدينامو ديال المغرب هو اللي غادي يخليكم تفاعلوا مع الفيديو، ديروا لايك تعليق وتنشروه باش يوصل لجميع اعداء الوحدة الترابية المغربية. المغرب كي يشير بهذا القرار وب يتمن القرار اللي اخذه مجلس الامن، كيعتبر هذا القرار قرار مهم، اولا بالنظر للسياق ديالو، ثانيا بالنظر للمضمون ديالو، وثالثا بالنظر للمواقف اللي عبرت عليها الدول خلال الموافقه على هذا القرار. اولا القرار مهم بالنظر للسياق ديالو، لانه جاء في واحد السياق اللي فيه المغرب حقق مجموعه من المكتسبات منذ القرار الاخير اللي كان في اكتوبر 2020، مكتسبات اللي تمت بانخراط الشخصي وبالمتابعة الدائمة لجلالة الملك محمد السادس منذ القرار الأخير، واللي كنعرفوا شنو وقع. القرار كان في أكتوبر، 13 نوفمبر كان تأمين معبر القرقارات وفتحوا من جديد للتجارة، كانت في دوجنبير الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وكانت في خلال ذاك الفترة كذلك فتح مجموعة القنصليات في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهذه كلها مكتسبات اللي شار لها التقرير الأمين العام الأخير واعتبرها من التطورات الأساسية اللي عرفها الملف. السياق كذلك بحال اللي لاحظتوا كان هذه المكتسبات كان فيها واحد واجهتها واحد شوية ديال لاجيتاسيون، واحد التحرك من قبل وبعض المناورات من قبل الاطراف الاخرى. لهذا هذا القرار في هذا السياق ديال المكتسبات وديال هاد لاجيتاسيون اللي كانت عنده واحد الاهميه، لانه كيقدم اجوبه مهمه على كاع هاد المناورات وعلى هاد التحركات اللي كانت مع هاد المكتسبات. خمسه ديال الاجوبه كيقدم هذا القرار. الجواب الاول هو حول طبيعه المسلسل، لو فورما دو بروسيسوس. كانت تعبئة ديال الأطراف والجزائر بشكل خاص باش يقولوا بأن هذا الشيء خصو يتعاود فيه النظر. كانت رسالة ديال المندوب الدائم للجزائر في 21 أكتوبر لمجلس الأمن كيقولوا فيها بأن المائدة المستديرة ما بقات عندها حتى شي قيمة، وبأن الجزائر كترفضها. ألجيريا سترونغلي ريجيكت إن ريفرنس، كترفض أي إشارة للموائد المستديرة في القرار. وكانت تصريحات بان لو فورما دي دو تابل روند ني بلو ا لور دو جور، سات اوبسيون اي ديزورمي اوبسوليت. كانت بحال شنو الجواب ديال مجلس الامن؟ هو ان يؤكد بان الموائد المستديره بمشاركه الجميع هي الاليه الوحيده لتدبير المسلسل. الموائد المستديرة مذكورة على الأقل واحد أربعة المرات في القرار كآلية اللي يجب متابعتها من قبل المبعوث الشخصي. هذا الجواب الأول حول هذه، بأن الموائد المستديرة بمشاركة كل الأطراف هي الإطار الوحيد. الجواب الثاني كان كيهم شنو هو الهدف من المسلسل، لا فيناليتي دو سو بروسيسوس. كانت كذلك محاولات لإحياء واحد الخطط القديمة واحد المخططات المبتذلة، ومجلس الأمن وكانت يعني ضغط وكان حتى ابتزاز باش أن الفقرة الثانية من القرار تغير، لأن هي اللي كتحدد شنو هي ماهية الحل، وكتعرفوا ذاك الفقرة شنو كتقول، بأن الحل خصو يكون واقعي عملي قائم على التوافق. وهذه كلها كلمات تخيف وتزعج الأطراف الأخرى لأنها تحيل على مبادرة الحكم الذاتي، ولأنها تبعد كل ما هو ليس واقعي، كل ما هو ليس عملي، كل ما هو ليس قائم على التوافق. لهذا كذلك كان الجواب لمجلس الأمن على كل هذه التحركات وعلى هذه المناورات في هذا الإطار. الجواب الثالث أطراف المسلسل، لي زاكتور دو بروسيسوس، دونك لو فورما لا فيناليتي اي لي زاكتور. كانت كذلك تصريحات وحنا كنشوفوا الجيري نو بارتيسيبرا با، الجيري ني بلو كونسيرني، نو كونفيرمون نوتر روجي فورميل اي ريفيرسيبل دو توت بارتيسيباسيون او تابل روند، لي تابل روند سون ديفوني كونتر برودكتيف. كاع هادشي شفناه، هادو التصريحات اللي كانت في اطار هاد لاجيتاسيون
الجواب ديال مجلس الامن هو ان الجزائر مذكوره في القرار عدد المرات اللي مذكور فيها المغرب 5 المرات. هذا الجواب الاول. ثانيا بان مجلس الامن بهذه الطريقه كيحدد الاطراف الحقيقيه ديال النزاع، وبان الجزائر عندها مسؤوليه في المسلسل بقدر مسؤوليتها في خلق النزاع واستمراره. فكان الجواب اساسي. واكثر من هذا اش كيقول مجلس الامن، تسمحوا لي نقراها بالفرنسيه. Le Conseil se félicite de la participation du Maroc, du Polisario, de l'Algérie, de la Mauritanie dans un esprit de réalisme et de compromis tout au long de la durée du processus en vue de son aboutissement. Tout au long du processus, l'Algérie est appelée à s'impliquer et à participer. C'est ce que je dis à l'Amn, c'est qu'à la tawal muslisal, l'Algérie est m'adoua à t'ushérik, ou à t'ushérik bimsoulia, ou à t'ushérik bichakl benna. في هذا المسلسل. هذا الجواب الثالث على هذه ليزاجيتاسيون وعلى التصريحات وشي كذلك. الجواب الرابع كان على مساله وقف اطلاق النار. كانت محاولات باش ان يجعلوا من عمليه ديال الكركارات وتحرير المعبر من ما كانت كتقوم به ميليشيات البوليزاريو بانه هو السبب في كاع المشاكل. جاء جواب المجلس الامن بشكل واضح. مجلس الامن كيقول جمله واحده: Nous constatons avec une profonde inquiétude la rupture du cessez-le-feu. Je veux dire, ça dit. Au lendemain, il y a un mjlis l'am qui a parlé de la qalaq, qui a été à la rupture, qui a été à la rupture, qui a été à la rupture. Cette rupture est un peu de l'autre. Nous savons que l'autre qui a été à la rupture, qui a été à la rupture, qui a été à la rupture, qui a été à la rupture. المغرب بشكل رسمي على اعلى مستوى، على مستوى جلاله الملك، اللي خاطب الامين العام باش يقول له بان المغرب ملتزم بوقف اطلاق النار. فهذا القلق اللي كيعبر عليه مجلس الامن هو رساله للاطراف اللي كتلعب بوقف اطلاق النار وباش تحمل هذه المسؤوليه. الكركارات ما مذكوراش في القرار لان مجلس الامن بحال الامين العام اعتبرها تحصيل حاصل، وبان كان هناك يعني واحد الحرقه للحركه السير، كان هناك ميليشيات اللي جات لتهديد امن الناس اللي كياخذوا ذاك الطريق، تدخلت القوات المسلحه بتعليمات من جلاله الملك، رجع الوضع الى طبيعته، والان الامر انتهى. فالكركارات ليست ما مذكوراش في القرار بشكل نهائي. نفس الشيء فيما كنشوفوا، راه وصلوا دابا يمكن واحد 240 بيان للحرب اللي كيديروا هاد الميليشيات. مجلس الامن كذلك كيجاوب على هذا الشيء بان الوضع هو الوضع مستقر، بان معبر الكركارات كيمشي بشكل عادي، وبان من يتحدث على حرب قائمه وهذا، فمجلس الامن اعطى الجواب على ذلك. وبالتالي فهي رساله قويه للجزائر والبوليزاريو بان المجتمع الدولي لا يسمح ولن يسمح بالمس بالاستقرار في هذه المنطقه. في نفس الاطار القرار كيطالب باش ان يكون هناك دعم قوي للمينيورسو. وكتذكروا شنو قال الامين العام في التقرير ديالو، بان طرف هو اللي كيعرق العمل للمينيورسو، وبان هناك جهه اللي هي الجزائر والبوليزاريو اللي ما كتخليش المينيورسو تتحرك بالشكل اللي خصها تقوم به، خاصه شرق الجدار الامني. هذا كذلك كان جواب. الجواب الخامس هو حول المكتسبات اللي كانت عند المغرب في هذه القرارات ديال مجلس الامن في السنوات الاخيره. كانت محاولات للمس بهذه المكتسبات، كلها موجوده اليوم في القرار. الحكم الذاتي كاطار واقعي عملي و كريديبل وذو مصداقيه مذكور في القرار كافق وحيد لهذا الحل. كانت محاولات وشفنا رسائل تكتبات على مساله حقوق الانسان. مجلس الامن ما الدول عارفه الوضع وكتميز ما بين شنو هي مزايده وشنو هي تشويش وشنو هي الحقيقه، وبالتالي لا المونداد المينيورسو ولا مساله حقوق الانسان ما طرحتش كاع في القرار. على العكس من ذلك، مساله تسجيل اللاجئين ومسؤوليه البلد اللي فيه هاد المحتجزين في تندوف مأكده في قرار مجلس الامن، كنظن في الفقره 8 اللي مجلس الامن كياكد على ان يجب القيام باحصاء
هاد المحتجزين، على اعتبار بان الاحصاء غيمكنهم اولا باش يتحمى الحقوق ديالهم من انتهاكات اللي كاينه، انتهاكات القانون الدولي الانساني، وعلى اساس بانها كذلك تسمح لهم باش انهم يخرجوا من ذاك الجحيم ديال ذاك المخيمات. نفس الشيء فيما يتعلق باقحام منظمات اقليميه بحال الاتحاد الاوروبي ولا الاتحاد الافريقي في هذا المسلسل، كانت مناورات عديده، القرار خالي من كل هذا. فهذه اجوبه صريحه واضحه مباشره قدمها مجلس الامن لكل هاد المناورات وهاد ليزاجيتاسيون، هاد التحركات اللي كانت كتحاول تعطي الانطباع بان شيئا ما سيحصل، وبان راه كاين واحد بان مجلس الامن الان غيغير الوضع ديالو ولا غيغير المحددات ديالو. الجواب كان واضح، لا من حيث المسلسل وشكله، لا من حيث الحل وكيف وطبيعته، لا من حيث الاطراف الحقيقيه ومن ومسؤوليتها، ولا كذلك من حيث وقف اطلاق النار ومن المسؤول عنه، ولا من حيث وهو الاساسي ان المكتسبات اللي حقق المغرب كلها الان اصبحت مكتسبات مؤكده من خلال هذا القرار اللي خداه مجلس الامن. المغرب كيعبر على الشكر ديالو للدول اللي ايدات هذا القرار، ولا واللي عبرات منها الولايات على الاقل عضوين دائمين للولايات المتحده وفرنسا عن دعمهم الكبير لمبادره الحكم الذاتي كاطار وحيد للحل. هذه كلها عناصر اللي جاب هذا القرار اللي في السياق ديالو ولا من حيث المضمون ديالو كيشكل المغرب تعامل معاه بهدوء وبشكل على اعتبار بانه واحد الاستحقاق عادي، ولكن الاطراف الاخرى حاولت تجعل منه واحد نقطه تحول. مجلس الامن جاوب في هذه الخمسه النقاط كما اكدت ذلك. شكرا. تفضل. مسيو المينيستر محمد شاكير 360. جو روفيان او سوجي دي تابل روند. الجزائر informer les membres du Conseil de sécurité de son opposition à cette table ronde. Que pensez-vous de cette décision? Par rapport à ça, aujourd'hui le problème c'est entre l'Algérie et la résolution du Conseil de sécurité, ce n'est pas entre l'Algérie et le Maroc. Aujourd'hui si l'Algérie a un problème, c'est avec la communauté internationale et avec le Conseil de sécurité qui a au moins à trois reprises a mentionné la table ronde comme cadre exclusif pour la poursuite du processus et à cinq a appelé l'Algérie à participer à ce processus de table ronde, puisque que tout au long du processus de recherche du solution, l'Algérie a tenu à s'impliquer de manière طبعا لم تشارك بطريقة إيجابية. إذن المشكلة ليست بين المغرب والجزائر، المشكلة هي بين الجزائر والمجتمع الدولي وأيضا قرار مجلس الأمن وأيضا بإرادة مشتركة مع أعضاء المجتمع الدولي والتي طبعا تعترف دور الجزائر، وبأنها كلها الآن واضحة بأن الجزائر كما كانت وراء خلق هذا الحزب والبقاء على الخلافات فهي تتحمل مسؤولية أيضا للمشاركة في حل القضية. الجزائر أعطت انطباعا بأن المغرب معزول وبأن موقفها متشارك معها المجتمع الدولي. اليوم مجلس الأمن رد إنها إرادة ورغبة المجتمع الدولي، وكل البيانات وكل الرسائل أوضحت هذه الرسالة. معالي الوزير عادل الزبيري قناة العربية، لو تطلعون رجاء على موقف المغرب من تعيين شخصيتين اثنتين لهما ارتباط. إذن تابعنا وإياكم مشاهدين هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والذي أكد فيه أن مجلس الأمن تناول وأوضح أن طاولة المفاوضات هي الآلية
الوحيدة لحل أزمة الصحراء، وقال إن قرار مجلس الأمن بتجديد عمل اللجنة الأممية في الصحراء المغربية هو قرار مهم، وأن مجلس الأمن حدد الأطراف الرئيسية لحل قضية الصحراء. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. خليوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، ما تبخلوش عليا بالرأي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشاركنش معنا يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العادة نتشوفوا في فيديو جديد. السلام عليكم.